كروس، مودريتش، والتريدنتي، بنزيما، بيل، وزعيمهم رونالدو. هذا طاقم التحكيم بقيادة الإنجليزي مارك كلاتنبرغ. كلاتنبرغ اللي دار نهائي السوبر الأوروبي للريال في 2014 في كارديف 2-0 على إبسا سيبيليا، ثنائية كريستيانو رونالدو. إذا أمامك طاقم التحكيم فريق أتلتيكو لوس أنجلوس ديال مدريد، لحراسة المرمى يانو بلاك، على اليمين خوان فران، على اليسار فيليب لويس، 15 سافيتش، رقم 2 جودين، 17 ساول، رقم 14 جابي، 13 فرنانديز، رقم 6 كوكي، 9 نينيو توريس، و7 غريزمان، أو كما سميته غريزو، على وزن زيزو. زيدان ضد الكوماندانتي سيميوني من أجل لقب الشامبيونز. هذه تركيبة الأتلتي في 4-4. الآن فيما هو قادم، فيما هو آتٍ، المباراة تحدي الريال في سيناريو دراماتيكي. رونالدو في الكرة الأولى، والدفاع عن طريق جودين. جودين ابن السلمة في الأوت، والتماس ترجع مدريدية، ولكن الأتلتي زين الدين زيدان للعام الثالث على التوالي على فكرة مدرب إنشيت. كرة تمشي مارسيلو، خطيرة، بيبي يلعب بالنار البرازيلي، يلعب بالنار البرازيلي، ولد الماراكانا، والكرة ترجع في خط للريال، يستفيد منه المقاتل بيبي. مارسيلو والصراع البدني يبدا، والتوزيع داتي، وكوكي يضرب، والحارس كيلر نعمس يتصدى. كيلر تشيرينجي تيكي تاكا، يدخل ويلزي، يعرف كان فما خطا، فما انذار، فما ورقه صفراء مستحقه، ولكن اي قرار للانجليزي مارك كلاتنبرغ. خطا، وفي هذا المكان يتقدم الدون رونالدو. يا ذيب، يا سيد، يا زمعيم، يا زميل وولفسبورغ والمان سيتي، يمشي جارس جول، مش ممكن، الاولى عاصميه الريال، مش ممكن، مش ممكن على الكره الاولى. 5 دقائق واول انذار، اول تهديد، اول خطر، اول خطوره، يمشي ويلزي، يضرب الكره، فما شوف سايد، حولها، يضرب الكره كازاميرو، ويهدف نشم فيه، الهدف الراب فيه، الهدف يقرب ويسخن، لكن بين الوان، مارسيلو يلعب كره طويله، اختيارها الكريم بنزيما، بنزيما يضغط، بنزيما يتقدم، والكرة مرة أخرى مدريدية، كرة للريال الكبير، يمشي توني كروس، كوبر، سانك السكينة يا المرينجي. الريال مركز برشا، والريال بادي مليح، والريال بادي بخير الاستعداد، عد لهم أهم المواعيد، نهائي الشامبيونز ليج، يمشي كروس، كور، جول، جول، لا كرة تشرب دي، فيليب لويس يتفادى التماس، يعكس الهجوم، فما خطا، ورقة صفراء يا حكم. فما ورقة صفراء، فما ورقة صفراء كلاتنبرغ. كرة ستعود على خط موجود لمصلحة أتلتيكو مدريد. الريال مدريد 14.8 للميرينجي و11 للخصم بكأس الأذنين. ترجع كرة مارسيلو، مارسيلو وفي خط للويلسي جارث بيل. خطا يستفيد جارث. كريدون البرتغالي رونالدو سجل 15 هدف في الديربي العاصمي، وهو ثاني هداف في تاريخ ديربي مدريد. الرصية والهدف الأول، والهدف الأول راموس، سيرخيو راموس، جول، سيرخيو راموس، جول، 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 ريال مدريد، 1-0 للمرينجي، 1-0 للمرينجي، 15 دقيقة يا معلم، 1-0 راموس، راجل النهايات، رجل المواعيد الكبرى، الرجل ما يرحمش، يتعدى فوق الجميع، تشتم راموس وتقول عاودها فينا راموس، وانا نقول له عاودها له يا راموس، عاودها له يا راموس. 1-0، شوف الكرة، شوف العرضية، شوف الضربة والتحويل، اوفسايد ام لا، ممكن كسر التسلل اخوان فران، ممكن اخوان فران كسر التسلل، راموس يحطها بين الساقين، يضرب كرة الاسيست من توني، كروس بالراس جاريث، وكرة من راموس، وكرة في الاوت تماس، جارد بيل، وصل كرة بنزيما، ريال في يوم غير، 5 بالكرة الثالثة، يرجع الكرة فيليب لويس،
فيليب لويس يلعب الدون في ليغ ملعب يا مدربين زيدان ممكن السبع يمشي زعيمهم يمشي زميمهم يضرب الكرة سيدهم ويحط الكرة في التماس كريستيانو ونهائي 2014 اللي نازموا فيه من ريال خطيرة والرأسية كرة قريبة للتعادل واش مع الكلام فيها قدام والكرة رونالدو لفودار ويانو بلاك قبل الجميع برافو يان هذا 20 سنة هذا هو يانو بلاك هذا العام عمل 2-3 حرر شوية فريق الأتلتي هذه كرة غريزمان وكرة كورنر يطالبون بلمسة الإعادة تثبت ذلك والكرة لها في الصدر راموس في صدرك وقير وبطل أوروبا ليج فرنسي بشبيليا هل يكون غريزو هنا في نادي الأتلتي والكرة عن طريق كوكي يلعب من اليسار يعطي كرة أول الكرات على المرمى والدفاع القائد قائد الدفاع جودين هذا البلاك ستار سلغاني ممكن يلتجئ خلص من الخصم يا بنزيما عنده بنزيما خطيرة لفريق أتلتي يلعب الكرة خطيرة غريزمان وسهلة يا كيلور ناباس ولا المباراة تغفل وسط الكرة من يسدد كابي يعطي كرة خطيرة يا 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 اوفسايد اوفسايد لكن ملا كرة حلوة برشا كرة عالمية رائع الفرنسي هذا سيكون من نجوم اليورو كوبا في رأيي فما تسلل فما كلام وقع في الفاول سيناريو مهبول مجنون ينتظر الآن لأتلتي التوزيعة أين الرأسية ضاعت كانيداس كما يقولوا الفرنسيين ترجع كرة الفرنسي غريزمان يشوط وما يفوت في مرماك يا ناباس كرة من كيلور والكرة من لويس من أجل عودة لويس يوسع كرة هيا وراموس يرجع بالكرة جابي غريزمان هيا غريزمان قريبا جدا أول تسديدة على المرمى أول شوطة على الجول عن طريق الفرنسي الفرنش غريزمان وأخطر لاعب وأقوى لاعب وأفضل لاعب في الهجوم على اليمين خطيرة جدا رد بالك وفي خطأ هدف عن طريق كروس وراسية وتحويل اتجاه ووجهة من جارد بيل براسو بهذه المعطيات حسب سير البطولة وحسب مسار المسابقة انطلق من خلال طالعة من بيت ابوها مروحة بكاس الفينال بروح الانتصار الى الأتلتي يلعب خطيرة وفيها ضربة جزاء لأتلتيكو مدريد فيها ضربة جزاء للأتلتي تكلمت وانتقت وتحدثت وبينت ووضحت وقلت واستنتجت انه الأتلتي في الشوط الثاني سيكون عكس ما فات باستثنائية الماتش وبخصوصية الفينال ماذا تفعل يا بيبي توريس يا خبيث توريس يلعب كورة لبيبي وبيبي يقع في الفخ وضرب جزاء يمشي غريزمان وبرا على العارضة غريزمان كورة مرت سلامات يا الريال سلامات كورة للريال مدريد اوت مش ممكن ماذا هدر الفرنسي كورة ماذا هدر فيها الفرنسي نهائي كاس العالم وتسدد بهذه الكورة يا زيزو ما أروعك يا محارب الصحراء نهائي الشامبيونز ليج من دعوات الوالدين يا نافاس ترجع كرة براسية يخرج التيكوس من العارضة يا غريزمان والثاني ممكن الريال ممكن يدتو راموس مشاو للإكسترا تايم لأنه القانون تغير الثاني بيل والثالث رونالدو أو مارسيلو والرابع رونالدو 4 في 74 أربعة يتشندو في 2014 جانا وجاءوا في 2016 قلنا لعل وعسى سواتالا تخلى على اتلتيكو ولم يعد خاين للاتلتي ولكن يدخل دانيلو نقطة الضعف في الريال الرأسية للتعادل كازيميرو يستأسد ويستأنس بكرة خرجت من سمان غريزمان جاب كرة وشانس على القائم الثاني ودانيلو تمشي كرة والرأسية وخطيرة وضربة وكرة أي كرة ذابت بقلوب الملايين أي كرة ذابت ومع خفقان القلوب مش ممكن غريزمان الله كرة هكذا كلمهم الأرجنتيني ولكن يحاول الويلسي أن يقتلهم في أحلامهم وأمالهم بالثاني ضربة قاضية بالثاني في لقاء الفينال ضربات الراس وما بنالتي لا الحكم يقول خطأ لمصلحة إخوان فران الدفع من أين
ومن أين ومن أين؟ ما يسلمش ما يفرطش، يلعب كرة بحماس الرجال، والعرضية خطيرة وصعبة في النهائي، كرة تمشي كوكي، كوكي! الله الله كم كانت ذكية منك أولاً، هذا حقك، وكم كانت قريبة، ولكن لم تصب نابس في مخت اليسار، اليسار عود لوندوس، وزع كرة خطيرة! أي 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 ملا كرة، ملا كرة من صاول، ملا كرة من مهبول، أهو المجنون، أهو مجنونهم، أهو ما جيب، ممكن كرة يجيبوا الثاني ويخلص، خلص كريستيانو، رونالدو خلص والكرة في الدفاع. كرة ترجع للريال مدريد والدفاع كوكي كوكي باش يشوت يشوت كرة ترجع بالدفاع ورجعت للريال واحدة رونالدو واحدة رونالدو رونالدو غارث بيل والحكم يرجع لخط الاعطاء ادفانتج يكون فيها شيء والكرة بابا مال غريزمان مال فنان غريزمان سيكون من رجال اليورو يا فرنسا سيد الكرة لجابي وجابي فيها باس يصبروا برشا ويشوتوا برشا ولكن ما يوصلوش هذه التسديدة يفيقوا يا فيقوا ترجع الكرة تمشي طويلة ترجع ضربة راس كرة راسية كرة وتحبوا يمشي كريستيانو ويعدي وخطة وفاول ورقة 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 وماذا في ورقاتك ماذا في أوراقك ماذا في جرابك احكي يا الحاكي احكي احكي يا الحاكي تحدث عن حكاية رغم الريال أقرب غارث بيل ينهيها ركنية يعاودها لحلم الثاني وفي الثاني اللي ضاعت وما عادش ترجع راك ضعت يمشي رونالدو يمشي رونالدو يدخل كريستيانو كونتر شضربوهم كونتر شضربوهم كونتر ضربوه ضربوهم عصفور استح عصفور استح عصفور استح عصفور استح ويقعد عصفور استح عصفور استح وتبقى عصفور استح مش ممكن ما تطير وقتاش تجنح وتطير يا فرخ العصفور مش ممكن على كرة الثاني كرة الكاوو كرة الضربة القاضية الراجل يمسك يا حاجتي بيك يا وجهي يا حاجتي بيك يا وجهي يمشي بالكرة أعطيني التغيير لا حتى هالبنوتة قاتلك كيفاش يخرج توني كروس ليبي يبعد لويس ويأكد كلامي لويس يعمل عرضية وكرة ماشي الكيلور نعودها ونقول يمشي كراسكو حط كرة لويس كرة توريس منينو بالراس وكرة برا 74 دقيقة على بعد 16 دقيقة من المجد على بعد 16 دقيقة من ذكرى أخرى غالية على المعسكر المدريدي الهم هو التغيير يخرج بنزيما ويدخل لوكاس يدخل لوكاس فاسكيز أجواء جماهيرية كبيرة في مدرجات سان سيرو اسبانيا واقفه تنتظر هناك مناصرين للريال هناك مودريتش يمشي الكرواتي فما مساحات رونالدو رونالدو خلصها برافو رونالدو مش ممكن الكره من لوكاس ومازال والثاني طيب هذا ممكن فيه الحسن انه الريال ما قتلش المباراه وانا ممكن عادوا عادوا والله عادوا والله عادوا وانا كلامي صحيح خلاص 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 اللي ضيع يقبل يا المرنكي كاراسكو 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 عادل المباراة عادل النهائي عادوا من بعيد عادوا من بعيد مش ممكن مش معقول غارث بيل كريستيانو رونالدو لوكاس فاسكيز ضيعوا كرة الكاو بعد أقل من 30 ثانية وقت اللي نتكلم وقت اللي نقول كراسكو باش يقولها قالها وقولها يا كراسكو قولها قولها يا كراسكو قولها كأس أوروبا مباراة غورة بالفعل الريال ممكن أخطر ولكن الأتليتي في الفينيش خوان فران جاب الحل الأول فران جان فران والثاني أوي أي 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 اي اي توريس النينو توريس خطيرة لغارث بيل او غارث او غارث 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 او يا نوبلاك وكرة في الكورنر ركنية الريال ركنية الريال هذه هذه في قلب الريال في البرنابيو ترجع ضربة راس والراسية ركنية لا كرة برا اوت كرة غارث بيل الكوباس عن طريق مارسيلو مارسيلو يعدي خطيرة يعدي مارسيلو خطيرة برشا والكرة السليمة يا الاتليتي كرة كانت خطيرة جدا من رواز كرة وخطيرة وخطيرة وصعبة برافو يا نوبلاك وممتاز يا نوبلاك نوبلاك جاك يا جاريت خطيرة الكونتر اتاك يمشي كراسكو يمشي كراسكو والكرة فيها خطة وفاول وانذار فيها خطة وانذار فيها فاول وانذار الاحتجاج ايضا من الاتليتي لاعبين الاتليتي يطالبون بالورقة الحمراء حقيقة الريال
يعني لعب بالنار في هذه اللقطة الأخيرة. يمشي للتنفيذ، عندهم البالدو ماتش بلغة التنس، ونحن الآن في لعبة رولان جاروس. وبالفعل ينهي الحكم الإنجليزي مارك لاتنبرغ المباراة في الوقت الإضافي البداية. ومن يختار ركن المدرب أو ركن الميدان؟ الريال الأتلتي. ريال ما عرفش يقتل المباراة، ما عرفش يستثمر خروج لدقائق ومعظم المباراة من جريزمان ورفقاؤه بعد ما أهدر الفرنسي ركلة جزاء في أول دقيقة. حياته واستثناءاته وحساباته، وبالتالي حسابات لاتو. إيسكو حط الكرة عن طريق كازاميرو، ويسوت وابلاك موجود في برشا. 3-3، رونالدو يمشي، فاسكيز يخلق الثغرة، يوصل الكرة من أستراليا. نهاية موسم هذه المباراة أكثر من 55 لكل فريق، والكرة توجوال، كرة من الثبات، ركنية رونالدو. أي 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 أي، كرة ما حبتوش، كرة ما حبتوش، وكرة ما حبتهمش، وكرة خطيرة برشا للريال مدريد. ما ضربهاش مليانة الكرة عن طريق كاراسكو. كاراسكو التغيير اللي غير شكل المباراة. وبيبي أتلتي يمشي، أتلتيكو مدريد أكثر من 40 تمريرة. دانيلو بشعرة، دانيلو في آخر رمق حط الكرة كورني. كرة خطيرة برشا، جريزمان هرب، جريزمان هرب، وبرافو دانيلو المرة هذه. دانيلو خلص الريال من الوداع. دانيلو رونالدو، رونالدو يعطي كرة إيسكو، إيسكو كرة خطيرة كارسمي، وكرة فيها دفاع واندفاع، يرجع مودريتش يحط الكرة، والجدار الدفاعي ثم براسية فيليب لويس. كرة حلوة من ريال، ممكن يرفع كرة، يرفع كرة مارسيلو خطيرة، والكرة ترجع من قدام لوكاس وضاعت من قدام بيل، ويرجع ضغط الريال. خواتيم الشوط الأول مثيرة، كرة من دانيلو، ودانيلو ما جابوهاش السيود بول. ساول كاراسكو رجل المباراة في الشوط الثاني، كاراسكو طيحهم يشوت، وكورنير في بيبي ضربته خرجت. كاراسكو رجل المباراة منذ دخوله في الشوط الثاني، شوف فنية اللاعب ممتاز جدا. الإضافي انتهى، آخر كورة بالراس، كورة صعبة، مازالت فما شانس، كورة بعيدة من جريزمان، والشوط الإضافي ينتهي، والثاني سيحسم ويلعب في لحظات. الشوط كان متعادل. هو الوقت الإضافي الأخير الآن. ساعة هم يغنون، يتغنون بحبيبتهم البيضاء. مودريتش، مودريتش يمشي بالكرة، كازيميرو، 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 شوفي غيره، كرة برا أوت يا كازا. سألوا كأس أوروبا وكأس العالم أين وصلت مبالغها؟ يلعب بالكرة جابي. يمشي جابي، وزع كرة وترجع، شوف كودين، مارسيلو عنده شانس، حط كرة رونالدو، كوية برشا عالية بعيدة، بعيدة الكرة على كريستيانو، كرة بعيدة على كريستيانو، كرة خطيرة لسكو، اسكو لجارد بيل، جارد بيل هذه بالراس، وبرافو. هناك ولا معاناة القلوب في ضربات. حط الكرة عن طريق ساول، ساول يلعب كرة أخيرة، والكرة بعيدة. دانيلو، دانيلو يعمل حسنة عمره، حسنة عمره، شاط كرة كريستيانو، إيسكو، كرة مارسيلو، إيسكو خطيرة، مش ممكن باسكيز، كرة خطيرة، دانيلو، 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 وكرة ممكن، حط كرة دانيلو، هي 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 مدريدية، ركنية يا الريال، ركنية يا الريال، الريال شو يعمل؟ شيامن مارسيلو يهرب وخلاص، وضربات الترجيح، ركلات الترجيح يا السادة، من اللوترية، من ركلات يمشي باسكيز، يتقدم لوكاس يحطها، 1-0 للريال، 1-0 يا أوبلاك، 1-0 لوكاس جاك، 1-0 شاطها مليح. ضرب في نفس النهائي، ولكن في المقابل هناك الرايا كيلور، نواس وغريزمان، وحطين، قلت لك صعب جدا انه يضيعها مرتين. غريزو في الجول، اونو اونو، فينال الريال يغيب. هذه هي ذكريات النهائي والبوم الصور في الفاينل في ركلات الترجيح. يمشي مارسيلو، يمشي مارسيلو، حتى 2-1، هبلة البرازيلي، بل البرازيلي يعرف صعوبة الموقف، يعرف خطورة الرهان، يعرف قيمة الكاس. الأتلتي الرابع من الكابيتانو جابي، يمشي جابي حتى علامة يا ولد، علامة يا هدوء، أي تألق، أي إصرار معلم. كرة من جارد بيل،
أيوه صور من هذا النهائي، أيوه صور من هذا الفينال، أيوه لقطات من هذا الفاينل. يمشي جارد بيل وحتى اليد المرنجي في نفس الزاوية. الريال يشوط على اليسار والأتلتي يشوط على اليمين، أبيض ومن على الأحمر الأبيض، منعرج ركلات الترجيح. يمشي فيها الصاول، يمشي فيها الصاول وحطها 3-3 بنفس الطريقة، 3 يمين 3 يسار. للريال مدريد 11:30 بالتوقيت الأوروبي. يمشي راموس، وين بعد وين ماشي جير راموس، راموس يصبها ويحطها، ونفس الطريقة في اليسار يا المرنجي. 4 يسار اوكي، 3 يمين اوكي. الله الله، تلبي النداء يا كيلور. ابكي. نباس يمشي، خوان يشكي، يمشي وشدها، خلاص 4-3 للريال، 4-3 للريال. من اجل عيون تلك الطفلة يا كيلور، من اجل دموع تلك الصبية نافار تكون الاخيرة. يمشي كريستيانو رونالدو، جول 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 جول. كامبيون 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 المرينجاس الكامبيون. اي كوره واي حظ، زيدان يدخل التاريخ وبقدم رونالدو يكتب التاريخ، ولتلك الدموع كتب تاريخ. القائم يا كيلور، وقف بنالتي وريغوريخ والفران، دموعا تذرف وقلوبا تدمع، والريال يفوز والأتلتي منحوس، التعيس متعوس ولو حطوا على راسه فانوس. يا الأتلتي المرنجي المرنجي، الريال البلانكو سيد أوروبا وفارسها للمرة 11 في أول نهائي بركلات الترجيح. حطوهم الخمسة، جابوهم الخمسة. رونالدو داخ، رونالدو داخ، رونالدو داخ، وسيتو فاح، والريال شيخ.